مواجهة حماسية ستجمع الهلال مع أهل جدة في الدور قبل النهائي من كأس السوبر السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها. الهلال بطل الدوري وكأس الملك، يقوده فنياً المدرب المخضرم خورخي خيسوس الذي يتطلع للاحتفاظ بلقب السوبر السعودي بعدما توج به خلال النسخة الماضية في الإمارات على حساب اتحاد جدة في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف. ويعتبر أزرق العاصمة هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب السوبر بواقع أربع مرات سابقة، متفوقاً على النصر بفارق لقبين. الهلال يشارك في السوبر بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي ثالث الدوري مستفيداً من وصافة النصر للدوري والكأس. يغيب عدد من اللاعبين عن الأهلي قبل قمة الهلال، أبرزهم فراس البريكان، فيما يعول الفريق الملقب بالراقي على قدرات مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز. في الجانب الآخر يقود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش كتيبة الهلال وسط غياب الثلاثي نيمار وكوليبالي وعلي البليهي، ويدخل الفريقان المباراة بظروف متشابهة إلى حد كبير، إذ لم يبرم أي منهما أي صفقة حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.